أكيد رح نطلع على وضع مداخل بيروت، وطبعا عدد حوادث السير اللي تسجلت بالساعات الماضية، بالرغم من أنه هناك ارتفاع مع الأسف بأرقام الضحايا يلي سقطوا بحوادث السير. صاروا 6 ضحايا مع الأسف بأول أسبوع من أدار، لأنه السبت لوحده كان فيه 4 ضحايا مع الأسف بحوادث السير. طبعا خلينا نتابع أكثر ونشوف مداخل بيروت مع المعاون أول بقوى الأمن الداخلي خضر بزي من غرفة التحكم المرور. صباح الخير. يسعد صباحكم لكم ولجميع المشاهدين. ميرسي، يعطيكم ألف عافية. شو عنا اليوم؟ بداية هلا رح نكون وفدنا قبل شوي في عنا حادث سير على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه بقى جوني. عمل ضغط سير كثيف جدا، دراجيننا توجهوا على المكان لمعرفة أضرار هذا الحادث. نعم. بنكمل على نفس الخط، عنا حركة سير على جوني باتجاه نهر الكلب. ضغط سير كمان مجددا من أونتلياس باتجاه جلي الديب وصولا حتى الدورة. يعني وفدنا كمان صباحا انه كان في توافد صباحي على محطة البنزينة على مدخل الدورة. عفوا. مدخل الجنوبي عم يشهد حركة سير من خلدي باتجاه أنفاق المطار دون أي عوائق، وحركة سير صباحية على الكوستا برافا الوزاعي. ضمن الحدث عندنا حركة سير كثيفة على نزلة بشيمون عرمون باتجاه جسر خلدي، وعلى طريق الحدث عن مفرق الكفاءات. ضمن بيروت بشكل عام حركة سير صباحية على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام، وحركة سير ناشطة على جميع التقاطعات إن كان على مارليات كورنيش المزرعة والطرقات المؤدية إلى فيرنا والحمر. طريق ترشيش زحلي وظهر البيضة سالكتين أمام جميع المركبات. أما بالنسبة للإحصاءات خلال ال 24 ساعة سجل عنا 4 حوادث نتج عنهم 4 جرحى. خط مسيخ نحن 17 20 كالمعتاد بخدمة الجميع. شكرا لك، يعطيك العافية المعاون الأول بقوى الأمن الداخلي خضر بزي من غرفة التحكم المروري.